In problems 9 to 18, if a matrix is in reduced form, say so. قول إن هي reduced form وخلاص. If not, explain why and indicate the row operation or operations necessary to transform the matrix into reduced form. هل الشكل ده reduced form؟ No. لازم أبدأ left most بواحد والصف اللي ورا يبقى الواحد shifted one column to the right. طيب اعمل ايه؟ ابدل ار واحد مع ار اتنين، اللي هيصير هنا واحد صفر ماينس واحد، وده ينزل يبقى صفر واحد اتنين، هنا واحد وتحتيه صفار، الواحد اللي وراه مترحل عمود، يبقى واحد تحتيه صفار، الواحد اللي وراه الليفت موست اهو واحد اهو، دي طبعا كلهم صفار، وبس عمود واحد مترحل من ده، كده ريديوس دو فور. طيب هنا واحد الليفت موست واحد، طب هل هنا في واحد؟ لا. طب ابدل يبقى برضو نو، وابدل ار اتنين مع ار 3. الشكل هيكون ازاي؟ هيكون واحد صفر اتنين تلاتة، بعدين صفر واحد ماينس واحد اربعة، شوية اصفار ملوش لازمة الصف الاخير ده، يبقى الليفت موست واحد تحتي اصفار، الليفت موست اللي هنا اترحل واحد، اترحل عمود، يبقى هنا واحد وتحت صفار، هنا واحد تحت صفار، وده مترحل عندها واحد، يبقى كده reduced form. بدأنا بصفر، العمود كله صفار فمالوش لازم، كأنه مش موجود، ده كله صفار كأنه مش موجود، واحد الليفت موست واحد، لا هنا في تلاتة، لا يبقى نقول نو. اعمل ايه؟ اقول ال R2 اقسمه على ثلاثة، اذا صفر واحد صفر اتنين صفر صفر واحد، هنا ماينس واحد على ثلاثة، وهنا صفر. لو ما بصناش لده ولا لده هيبقى الليفت موست واحد تحتيه صفر، بعدين مترحل الواحد اللي ورا مترحل عمود، والليفت موست 1، يبقى الشكل ده reduced form. واحد وتحتيه صفار، بعدين مفيش صفوف تانية، مفيش الا ده، وهنا واحد وقبليه كله صفار، فده it is already used for. هنا واحد وتحتيه صفار، هنا واحد مفيش حاجة تحتيه، يبقى ده الليفت موست واحد، وهنا الليفت موست واحد مفيش حاجة بينهم، ولا كنت حاولت ابدل، لا خلاص مش الا بس صفين، واحد تحتيه صفار، واحد هنا مفيش تحتيه حاجة، الليفت موست الاتنين واحد، فده reduced for.